أعزائي المشاهدين، من وادي قدرون سنواصل دراستنا في إنجيل متى، وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن موضوع الصلاة. اخترت هذا المكان كمقدمة لسبب خاص. كما ترون من خلف جبل الزيتون الجميل، وتوجد كنائس جميلة في هذا الجبل. من فوق كنيسة يسوع الباكي، في هذا المكان وقف يسوع وبكى ورث حال أورشليم العاصية. ثم الكنيسة المذهبة، هذه كنيسة مريم المجدلية، مريم التي أخرج منها 7 شياطين. ثم ترون المكان المحبب على قلب يسوع اللي هو بستان جتسماني، لأنه كان يأتي مرارا إلى هذا المكان لكي يختلي بالله ويصلي في هذا الموضع. وطبعا بستان جتسماني في نفس المكان اللي ألقوا القبض على يسوع المسيح، ولسبب كثرة شجر الزيتون تسمى معصرة زيت. وهنا صلى في هذا البستان، وفي هذا المكان قال للتلاميذ من بعد ما كانوا نيام: ألم تقدروا أن تسهروا وتصلي معي ساعة واحدة؟ سنواصل حديثنا في موضوع الصلاة من الجليل، سنذهب سوية إلى هناك. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. من بحيرة طبرية، بحيرة الجليل،
سنواصل دراستنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع الصلاة. طبعا يسوع هو مثالنا في كل شيء. يقول عنه الكتاب المقدس كان يقوم في الباكر جدا لكي يصلي ويختلي بعلاقة وتواصل وشركة مع الله الآب. إذا فعل المسيح هذا الشيء فينبغي علينا أن نفعل هذا الشيء أيضا. ولكن بالمسيحية أحبائي، الصلاة هي ليست مجرد فريضة أو عمل حسن أو صالح نحاول أن نتقرب به إلى الله كأعمال حسنة أو صدقة، لكنها أعظم من هذا الشيء. الصلاة هي حديث، هي صلة، هي علاقة تواصل وتفاعل مع الله، تتحدث معه لأنه إله شخصي ليس ببعيد لكنه قريب، يسمع لصلواتنا، يستجيب لدعائنا، يهتم باحتياجاتنا. لأن المسيح يعلمنا عن الصلاة لأن الدافع الأساسي هو المحبة. نحن نصلي لأننا نحب الله ونتقرب إليه، لأننا نريد أن نعرف أكثر ونحب أكثر ونتعمق به أكثر، لأننا نعلم أنه يسدد ويستجيب ويعطي كل احتياج. لكن المسيح علم عن الصلاة الحقيقية ويستمر بحديثه في عظته الشهيرة على الجبل، قال: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. وهذا تصريح خطير جدا لمن يصلون عدة مرات في النهار، وأقصد الفريسيين المتدينين كانوا يمارسوا فريضة الصلاة عدة مرات في اليوم. لكن الله يرى القلب وينظر إلى الداخل، يعرف الدوافع أو النية الصحيحة للمصلي. لكن المسيح يحذر قائلا: متى صليت فلا تكن كالمرائين. وهنا أريد أن أتحدث عن الدوافع الخاطئة لهؤلاء المرائين. كلمة مرائي هي باللغة الأصلية تعني ممثل أو الشخص الذي يلعب دورين، دور أمام الناس وطبعا في الخفاء له دور آخر كليا. لربما أنت أمام الناس تظهر أنك شخص متدين، شخص مصلي، لكنك في البيت ظالم لزوجتك وأولادك وبعيد كل البعد عن الصلاة. ولربما الناس تمدح برك الذاتي وتمدح صلواتك، لكن الله عندما ينظر إليك يرى نجاسات كثيرة في داخلك وخفاياك. هذا هو الشخص المرائي، يعني بيلعب دورين أو بيمثل بوشين إحنا مثل ما بنقول. فهذه دوافع خاطئة. يقول عنهم المسيح عن هؤلاء: قائمين، أي واقفين في المجامع وأيضا في زوايا الشوارع. شو السبب؟ لكي يظهروا للناس. يعني هدف صلاته مش على أنه بحب الرب، بدي يتمسك في الرب، بدي يتمتع في الرب، بدي يكون له شركة، حديث، صلة، يتفاعل، يتواصل، يسمع صوت الرب، لكنه يقف في زوايا الشوارع وقوائم المجامع حتى الناس تشوفه وتمدحه، يأخذ مديحه من الناس وليس من الله. يقول عنهم المسيح: لكي يظهروا للناس. ثم يواصل حديثه في نفس هذا الموضوع: وعندما نصلي أن لا تكرر الكلام باطلا كالأمم. ونحن نعلم في العهد القديم في أيام إيليا لما تحدى أنبياء البعل كانوا يكررون الكلام ويصلون كل النهار تكرير الكلام، لكن هذا الكلام بدون أي تأثير ولا فاعلية ولا قوة. هذا الكلام عبارة عن حاجة مكتوبة، حاجة مدروسة، نصلي نفس الصلاة يوميا، نفس الصلاة نفس الكلام. يقول المسيح: لا تكرر الكلام باطلا، يعني بدون أي فائدة كالأمم. بفكر أنه بكثرة كلامهم رايحين يقنعوا الرب، أو عبارة هذه الصلاة عبارة عن رشوة لله، لكن الله يعلم احتياجاتنا قبل أن نسألها. ثم نأتي إلى الدوافع الصحيحة: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك. أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. ثم يقول: يعلم ما تحتاج وأنه يجازي الذين يطلبونه. إن هذه الصلاة هي صلاة القوة، عندما تختلي بالله تحصل على القوة، عندها تستطيع أن تساعد الآخرين. فالصلاة ليست بس صلة أو شركة، فالصلاة هي حياة،
عندما تلتقي بالناس وتصلي معهم توجد قوة في حياتك، قوة روحية للتغيير ولإجراء المعجزات والآيات. توجد شروط للصلاة أحبائي، عدة شروط. الشرط الأول هو أن نكون بلا خطية، طاهرين، أنقياء. مكتوب إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ثانيا، ينبغي أن تكون الصلاة بالإيمان، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا تخبطه من الرياح. ثم الصلاة ينبغي أن تكون لمجد الله الآب حتى الله يتمجد. ثم الصلاة ينبغي أن تكون حسب مشيئته، مشيئة الله، وليس طلب أناني أو رغبة جسدية. ثم الصلاة أحبائي ينبغي أن نثبت في المسيح. مكتوب إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. ثم الصلاة ينبغي أن تكون بالاسم الذي هو فوق كل اسم، اسم يسوع المسيح. باسم يسوع في شفاء، في تغيير، في حرية، في تحقيق لمقاصد الله. ثم أحبائي ينبغي أن نطلب ملكوت الله أولا وبره. ينبغي أن نتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. ثم ينبغي أن نصلي بالروح، هذا معناته أنت في علاقة واتحاد كامل مع الرب. سنواصل حديثنا عن الصلاة الربانية من مكان آخر. إنجيل متى يعلمنا أن نصلي حسب قول المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الصلاة علاقة مع الله. الصلاة ليست كلمات تتلى، لكنها علاقة حب بين الإنسان وبين ربه. في مصر عندنا مثل دارج يقول: الرجل تدب محل ما تحب. فالذي يحب الله يقصد باب الله، يتحدث إلى الله، يكلمه لا بتعبيرات محفوظة يتلوها دون تفكير، لكن حديث حبي. يا طيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. هو حديث حبي بين الإنسان وبين الله. Thank you.
أعزائي نواصل دراستنا وحديثنا عن موضوع الصلاة من جبل التطويبات. هذا الجبل يعتبر جبل مقدس بالنسبة للمسيحيين، مكان للصلاة والعبادة. هذه الصلاة أو هذه الكنيسة اسمها كنيسة التطويبات نسبة إلى 8 تطويبات ذكرها المسيح في عظته على الجبل، مأخوذة من كلمة طوبة تعني يا لغبطة يا لسعادة أو يا لهناء. يعتبر هذا الجبل مقدس لأنه كان المكان المحبب على قلب الرب يسوع المسيح، كان يأتي ليختلي ويصلي إلى الله مختليا عن كل الناس بعلاقة وشركة مع الله الآب. هذا الجبل طبعا هو جبل مرتفع، ارتفاعه 150 متر فوق سطح بحيرة طبرية، لكنه أيضا تحت مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط حوالي 62 متر، يقع في الغور الأردن عند بحيرة طبرية، البحيرة الجميلة. من هذا المكان أحبائي علم المسيح نموذج الصلاة الصحيحة. جاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح علمنا أن نصلي. ليش؟ لأنه هاي كانت عادة المعلمين أن يعلموا التلاميذ كيفية أو نموذج الصلاة. لكن لاحظ تعليم يسوع لهذا الصلاة ونموذج هذا الصلاة ليس مأخوذ للتكرار بس مجرد أن نكرر الكلمات، لكنها نموذج رائع لحياتنا ولطريقة الصلاة كيف نصلي إلى الله. فهذه الصلاة تقول: أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. لاحظ عندما علم المسيح نموذج هذه الصلاة يبتدئ بالقول أبانا، وطبعا هذا تعليم جديد جدا بالنسبة للجماهير. يعرفون أن الله هو كلي القدرة، كلي الحكمة، الله السرمدي، الله المتسامي المتعالي جدا، لكن كلمة أبانا تعبر عن تخصيص، يعني شيء شخصي لحياتنا. هذه كلمة مختصرة أحبائي لكل الإيمان المسيحي. هذه الكلمة تقرر علاقتنا بالله، تقرر علاقتنا مع أنفسنا، تقرر علاقتنا مع الآخرين. إنها نظرة جديدة لله. عندما نقول أبانا، لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة إلا الشخص الذي اختبر خلاص المسيح، الذي يختبر نعمة المسيح، عندها يستطيع أن يصلي إلى الله الآب، فالله يصبح أبونا. أبانا الذي في السماوات. في السماوات تذكرنا بقداسة الله، بقوة الله، بحضور الله، بهيبة الله، وبمحبة الله أيضا. ليتقدس اسمك. عندما نبتدئ ندعو الله أبانا، لأن الله ليس ببعيد، الله محبة، الله هو إله شخصي، الله روح، الله قريب منا، يحبنا، يسمع لصلواتنا، يستجيب لنا، يتفاعل مع طلباتنا. لكن ليتقدس اسمك، هو ينبغي تقديس اسم الله. وإني أخاف أن الكثير من المشاهدين الذين يستخدمون اسم الله بدون أي منفعة، ببطل، ويذكرون هذا الاسم ليس لأي هدف، فقط ذكر اسم الله. لكن هنا يتحدث عن اسم الله، عن عظمة الله، يعني إعطاء الله المكان الفريد الذي لا يستحقه، لا لمجرد أن تذكر كلمة الله على فمك وأن تحلف وأن تتكلم عن اسم الله بأي طريقة، لا. الله قدوس، ليتقدس اسمك، مخافة الله، مهابة الله، يحدثنا عن شخص الله، صفات الله، طبيعة الله المقدس، لأنه مختلف منفصل. هذا يعني اسم وقار، اسم يليق بالله، هذا يعني أننا نؤمن بوجوده. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، نطلب ملكوت الله، أي نتوج المسيح ملكا وربا على حياتنا. عندما نكون في ملكوت الله نريد أن نفعل مشيئة الله وأن نرضي الله في حياتنا. ملكوت الله هو المجتمع الذي تتم فيه مشيئة الله على الأرض. ثم يأتي إلى احتياجاتنا وطلباتنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.
الله يهتم بأجسادنا، الله يعتني بنا يوم بيومه. هذا يعلمنا الاعتماد الكلي الكامل على نعمة الله. خبزنا، الحاجات الأساسية للناس كانت الخبز في هذه البلاد. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لأنه مش ممكن الله يسمع إذا في خطية في حياتنا، مش ممكن الله يسمع إذا في عدم المسامحة. نطلب الغفران، نتحرر، نتطهر من الخطية والذنوب حتى نستطيع أن نغفر للآخرين، لأنه إن لم نغفر للناس الزلات لا يغفر لنا أبونا في السماوات زلاتنا. ثم نصلي لا تدخلنا في تجربة، لأن إبليس يجول يريد أن يبتلع الناس بالمكائد والمصائب والتجارب الكثيرة. فنسأل الله من أجل حماية، نقول له نجنا من الشرير الذي هو إبليس. ثم نرجع نركز على مجد الله، لأن لك الملك والقوة والمجد. تركز على مجد الله وحضور الله، هذا هو نموذج الصلاة الرائع. أصلي من كل قلبي عندما تصلي هذه الصلاة أنه بالفعل الله يكون أبوك، وأنه عارف أنه الله بيحبك وبيتفاعل مع صلواتك. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هل تريد أن تصبح ابن للرب؟ هل تريد أن تصبح ابن لله؟ يقول الكتاب: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، أي باسم الرب يسوع المسيح. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، عندها تصبح ابن لله. وصلي أنك تقبل يسوع. خبرنا، اكتب لنا، نحب أن نسمع منك. الرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن شريعة الصوم. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.